ما هو الفيء وما الفرق بين الفيء والظل؟ كلاهما بمعنى الظل، ولكن فرقت العرب بين الفيء والظل، أن الفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل يقع على ما قبل الزوال وبعده. وقد ذكر أهل العلم أن عربيا امتلأ قلبه حقدا على سيبويه، كيف أنه قد تبوأ هذه المكانة في لغة العرب وهو رجل أعجمي، فقرر أن يأتيه ليفحمه، فسأل عن داره، فلما طرق الباب فتحت الجارية فقال: أين سيدك؟ فقالت: فاء إلى الفيافي ليفيء لنا بفيء، فإذا فاء الفيء فاء. فقال: إذا كان هذا منطق الجارية فكيف يكون منطق سيدها؟ نعم، الفيء هو مختص بما بعد.